نزل دلوقتي يا بتوع افلام التريلر بتاع فيلم شلبي، يعتبر من اكتر الافلام المنتظره خلال الفتره اللي جايه، عشان البوستر نزل من فتره طويله والبرومو بتاع الفيلم برضو نزل بقاله اكتر من 3 شهور، وناس كتيره برضو منتظره الفيلم ده، نظرا ان كريم محمود عبد العزيز بقاله الفتره اللي فاتت متالق جدا وافلامه ناجحه جدا، واخرهم برضو مع نفس طاقم العمل اللي هو كمخرج وكمؤلف من اجل زيكو اللي عاملين شلبي برضو اللي هم بيتر ميمي والمؤلف مصطفى حمدي، وايضا اخر اعماله كمسلسلات مسلسل بيت بيتي نجح جدا ودلوقتي بيتصور الجزء الثاني بتاعه. فهنشوف مع بعض يا بتوع افلام التريلر لاول مره، التريلر المطول، وهنشوفه مع بعض ونعمل تريلر رياكشن عليه ونشوف هل يا ترى الفيلم حلو ولا وحش ولا ايه الكلام، يعني توقعات، يعني طبعا ما تحكمش على الفيلم من خلال التريلر ابدا. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى، اهو صبيتكم اهو حلقات كتير، اظبطوني بقى لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا بس عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، فيلم شلبي هينزل في السينمات يوم 4 يناير 2023، يعني الشهر اللي جاي على طول، والفيلم زي ما قلت لكم من اخراج المخرج بيتر ميمي اللي متالق جدا مع كريم محمود عبد العزيز خلال الفتره الاخيره، طبعا من خلال من اجل زيكو وايضا فيلم موسى، ومن تاليف المؤلف مصطفى حمدي اللي كان مؤلف برده من اجل زيكو. اما ابطال العمل المره دي هيبقوا مختلفين شويه، واللي بيشارك في البطوله مع كريم محمود عبد العزيز الفنانه روبي، وايضا الفنان بيومي فؤاد، والفنان حاتم صلاح، وايضا الفنان سليمان عيد. ولو لاحظنا خلال الفتره اللي فاتت يا بتوع افلام، هتلاقي يعني بيجات كتيره جدا على الفيسبوك يكتبوا لك ايه ده يا جماعه، انا لقيت بوستر شلبي محطوط في الشارع، ايه ده يا جماعه، لغز كبير جدا يحير الشارع المصري، بوسترات كتيره جدا لدميه اسمها شلبي، ايه الحوار ده وبتاع. وده حاسه والله اعلم، يعني الله اعلم، والله انا ما اعرفش اي حاجه، انا بقول لك ده تخمين، انتوا عارفين انا وبتوع افلام بنحب نتكلم مع بعضينا عادي جدا. اللي متخيله ان الشركه المنتجه بتدفع يعني للبيجات دي ان هم يثيروا الجدل، ان المصريين بيسالوا على ايه شلبي اللي في الشارع ده والكلام ده. واعتقد يعني ان مفيش حد يعني تساءل، الموضوع مش كبير، بس هي كدعايه او حركه دعايه، حركه صايعه، بس كانت تتعمل من فتره، يعني انتوا عملتوا برومو من 3 4 شهور، كانت الحوار ده مثلا لو اتعمل من شهر كان هيبقى جامد، لكن عملتوه خبط لزق كده اللي هو حوار البوسترات في الشارع، بعديها بيومين بوستر الفيلم ينزل والنهارده التريلر ينزل او امبارح بالليل. بس في الاول في الاخر انا بحب الافكار الجديده، حلوه جدا الفكره بس متاخره شويه، كانت تعمل من بدري شويه كان هيبقى ليها تاثير اكبر كمان. ويلا بتوع افلام دلوقتي هتفرج على التريلر لاول مره معاكم بعد طول انتظار، بقالهم فتره طويله بيعلنوا اللي هو البرومو الصغير ده كان 20 ثانيه اللي هو كان كريم محمود عبد العزيز بيخش يقول السلام عليكم بس كده. فيلا بينا دلوقتي يا بتوع افلام، جاهزين؟ يلا 5 4 3 2 1 اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر اظهر يا قرنفل. الجزء الاخراني من التريلر عجبني جدا، من اول المشهد بتاع كريم محمود عبد العزيز وهو بيقول له اهرب يا جزره، قام حاتم صلاح خرج من العربيه وبيجري. اهرب يا جزره بالعربيه بالعربيه يا غبي، المشهد ده ضحكني الصراحه. بس في طبعا بعض من النكت تحسها اللي هو مش لطيفه قوي في الاعلان، بس اللي شاردني حتى الان ودي حاجه غريبه ان انا اقولها عشان اللي عارفني كبتوع افلام، في ان انا بكره جدا الاغاني اللي بتبقى في الافلام عموما، بس الاغاني شداني جدا، يعني ها 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 هو 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 بتاعت عباسط دي ها 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 وايضا اظهر اظهر يا قرنفل، زي ما انتوا الحته دي برضو عجبتني في الاعلان الصراحه. اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر
اظهر يا قرنفل، اظهر يا قرنفل. برضه حاجه حلوه برضه في اخر الاعلان ان هو يكتب لك الفيلم ده لكل العيله، يعني يسمح لكل الناس وكل افراد العيله يخشوا الفيلم عادي جدا، يبقى كده ما فيهوش الفاظ او مشاهد خارجه او الكلام ده. اما ناحيه القصه فهو واضح ان كريم محمود عبد العزيز شغال ان هو بيشتغل على عروسه ماريونيت وهو مسميها شلبي، واحداث الفيلم ان هو بيجتمع مع الثلاثي بيومي فؤاد وحاتم صلاح وعايزين يسرقوا كاميرا تقدر ب 300,000 دولار او 300,000 جنيه مش متذكر، ومعاهم روبي برضو. الكاميرا دي تمنها يعدي 300,000 جنيه. هل الفيلم بعد ما شفت الاعلان بتاعه متخيل هيبقى احلى من اجل زيكو مثلا؟ معرفش والله اعلم، بس هو هيبقى تحدي قوي جدا، لان برضو من اجل زيكو كان فيه الفنانه منى شلبي، ومنى شلبي كان ممثله برضو في الفيلم بتبقى اضافه تقيله جدا، فدي حاجه برضو. بس الحاجه التانية حاسس ان الفيلم ده ممكن يكون الكوميدي فيه او المواقف الكوميديه هتبقى اكتر من اجل زيكو، ده اللي انا حاسه من الاعلان. ورهاني على الفيلم ده من قبل ما اشوف اي حاجه او اعرف اي حاجه، انا شايف من الاعلان حتى الان انا رهاني على حاتم صلاح. طبعا كريم محمود عبد العزيز البطل وكده، بس اللي هتخرج من الفيلم ده تقول الراجل ده عمل حاجه حلوه. انا مقتنع ان الفنان حاتم صلاح ممثل كويس جدا جدا، وعايز اتفرج على مسلسل لايف شو بالمناسبه لبتوع افلام. ناس كتيره جدا بتوع افلام بعتولي قالوا لي اتفرج على المسلسل ده في وقت رمضان اللي فات، ونزل على اليوتيوب والمسلسل نجح. انا لسه ما شفتوش، وان شاء الله حاطط دماغي ان انا كده كده هتفرج على المسلسل ده، لانه بيضم مواهب شابه، مواهب شابه، مواهب تقيله جدا، ومن ضمنهم حاتم صلاح. فانا اراهن على الراجل ده، لانه من ناحيه الدراما اهو لايف شو ناس كتيره جدا بتقول ان هو قدم دور مختلف ودرامي وحلو جدا، وعلى الناحيه الثانيه طبعا شفناه في رمضان اللي فات مكسر الدنيا بدور نفادي مع كبير طبعا في الجزء السادس. فانا متوقع ان الفنان حاتم صلاح ده هيبقى ليه مستقبل كبير، وان شاء الله يعني. احنا هنعمل مسرحيه بالعرايس والبني ادمين مع بعض. عايز يعمل مسرحيه بشلبي. قلت ايه احكم دار الاغنيه الشعبيه. وبس يا بتوع افلام، ده اللي اقدر اقول لكم عن فيلم شلبي اللي انا كده كده هخشه، واتمنى ان انا اخرج منه واقول ان كريم محمود عبد العزيز مازال ماشي في الطريق الصح الصح، وفيلم عن فيلم بيثبت ان هو اجمد عن الفيلم اللي قبليه. ده اللي انا اتمناه الصراحه، واتمنى ان يبقى سوق الكوميدي حلو ويبقى جميل. ونيجي طبعا برضو لسؤال الحلقه لاحلى بتوع افلام، متخيل ان الفيلم ده هيبقى احلى من اجل زيكو ولا متخيل من اجل زيكو هيبقى احلى؟ وهل متوقع الفيلم هيحقق نفس الايرادات بتاعت من اجل زيكو؟ وطبعا انتوا عارفين برضو ان كان احدى العوامل، طبعا مش ده العامل الرئيسي، بس واحد من العوامل نجاح من اجل زيكو برضو اغنيه الغزاله رايقه. هل هيبقى في اغنيه برضو كسر الدنيا زي الغزاله رايقه؟ كل ده لسه هنشوفه قدام. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. ده العربيه بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجه فيها بتطلع صوت الا الكلاكس. واتمنى طبعا في نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوا لي لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايز تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واعلى مسا عليكم.